للتخلص من الدهون المتمركزة على مستوى البطن باستعمال حركات رياضية، فإحنا كندوزو من مراحل عدة. أول مرحلة التفكيك الدهون كتكون على مستوى الجسم ككل، هذه أول مرحلة، حيث ما كاينش شي حاجة اللي كتسمح لنا أننا نحيدو الدهون من واحد المنطقة فقط. فإحنا كنزولو الدهون من الداس كاملة باستعمال حركات رياضية ما يسمى بالإكزرسيس دو كارديو، يعني اللي كتزيد من دقات ديال القلب. من بعد هذا الشيء فاش كنحيدو اكبر كميه ممكنه من الدهون في الداس ديالنا، فديك الساعه ملي كيتنقصوا الدهون عاد كنخدموا بحركات رياضيه اللي كتسمى حركات ديال لا ريزيستانس، يعني حركات المقاومه، باش نخدموا لو موسكل وهذيك البلاصه بالضبط اللي حنا بغينا الدهون ما تعاودش تمركز على المستوى ديالها، واننا نتفاداو هذا المشكل في مره.